يسعد أوقاتكم، مكفين بدروس الأونلاين الخاصة بالشبكات، واليوم رح نحكي عن المستوى الاحترافي من شركة سيسكو اللي هو CCNP. طبعا بالبداية أعرفكم عن حالي، إياد نوفل، مدرس شبكات، خبرة 11 سنة بمجال التدريس. والمزيد أكثر من المعلومات فيكم تزورون عن الموقع LinkedIn، حسابي على LinkedIn، موجود حسابي على الفيسبوك. أوكي، اليوم رح نحكي عن المستوى الثالث بهذا الهرم اللي هو CCNP. بالبداية قبل ما نحكي أي شيء، بال 2020 طرأ كثير تغيير بمجال السيسكو، كانوا بالسي سي ان اي ولا بالسي سي ام بي. حكينا عن السي سي ان اي بالكورس السابق، واليوم رح نحكي عن السي سي ام بي. السي سي ام بي كمان كان قبل 2019 بهالشكل، كان في مجموعة كورسات تغيرت وصارت خمس كورسات: انتربرايز او الكور نفسه واللي هي رح نحكي عنها اليوم، داتا سنتر، كولابوريشن، سكيورتي، سيرفيس بروفايدر. تمام، طبعا الانتربرايز او الكور هو اجباري والباقيين اختياري. اوكي، طبعا هذا التغيير صار من 2020. بالنسبه لكورسنا اللي راح يكون، راح نحكي فيه عن كثير قصص بمجال الراوتينج والسويتشينج. كيف اليه الكورس راح تكون؟ راح يكون عباره عن دروس مسجله مثل الدرس اللي هلق عم نشرحه، وراح يصير في نقاش على مجموعه واتساب لاي سؤال واي استفسار، اضافه للمشاريع والاسئله راح تنبعث على الايميل. تمام، طبعا الكورس راح يبدا ب 4/4 الساعة 9 على 11 المساء. للاستفسار تواصل على هذا الرقم. طيب خلينا ننتقل لنشرح أكثر عن الـ CCNP عن طريق لاب. اليوم رح نحكي بهذا اللاب اللي هو عن الجيانس. طبعا ممكن نقول كل اللي بيعرف الجيانس، كل شغلنا رح يكون بهالكورس على الجيانس. تمام، طبعا برنامج كثير مهم، اي حدا بمجال الشبكات يفضل يشتغل فقط على الجي ان اس، افضل بكثير من الباكت تريسر. نحكي بكل هالتفاصيل خلال الكورس. رح افترض انه انا عندي لاب بهذا الشكل. احنا طبعا بالسي سي ان اي الجديده انحذفت الاي اي جي ار بي وصارت بالسي سي ان بي، فبكل الاحوال اتخذت او لا رح اشرحها من البدايه بالسي سي ان بي. فانا اذا كان عندي اي اي جي ار بي ولو اسبير، طبعا شو الفرق بيناتهم؟ قلنا الاي اي جي ار بي هي لسيسكو، OSPF ستاندرد، غير التفاصيل الباقي في فروقات بهيك لاب. تمام، هلا انا اشتغلت الاساسيات اللي هن عرفت المنافذ، عرفت اللوب باكات، واشتغلت OSPF و EIGRB فقط. طيب لمني اقدر بهذا اللاب الشبكات هاي توصل لهون والعكس، فانا بدي ريدستريبيوشن على الراوتر 2. كمان نفس الشيء الريدستريبيوشن رح نشرحه، هو اغلب الناس بتشرحها بالسي سي ان اي، نحن رح نشرحها بالسي سي ان بي من الاول. طيب بالبدايه قبل ما نحكي اي شيء، تعال نتعرف على شويه تقنيات موجوده بالسي سي ان بي لنفوت بس في جو السي سي ان بي. تمام، كونك انت كطالب دارس سي سي ان اي، فانت عندك هلا شغف لتكون تعرف شو المستوى الاحترافي من سيسكو، ونشوف شو الاليه اللي رح نشتغل عليها. مثل ما حكينا بالبداية هو الجي ان اس، وهلا رح نشوف بعض التفاصيل. مثلا رح افترض انه انا بدي اعمل ريدستريبيوشن هون. كيف بدي اعمل ريدستريبيوشن؟ بالراوتر 2. طبعا انا راوتر 1 وراوتر 3 هذول المنافذ، اللوب باكات والفاست ايثرنت. تمام، راوتر 2 ندخل على الراوتر او اس بي اف 1، بقول له ريدستريبيوت اي اي جي ار بي 100 الاوتونومس سيستم خاص سبنتس كذا فيه شو في ال اس ام. تمام، وهلا يا اما بحط المترك. تمام، او بتركها افتراضيا اللي هي 20، يعني انا يا بدخلها يا بتركها افتراضيا 20. اوكي ما في مشكله. وهلا راوتر في اي جي ار بي 100، قول له ريدستريبيوت او اس بي اف 1. هلا المترك الفايف كيز. هلا شو رح يصير؟ اذا راوتر 1 قلت له دو شو اي بي راوت، راوتر 1 اللي هو وين؟ بالاي اي جي ار بي. تمام، شاف ال 172 حديها شو 170. شو ال 170؟ احنا لما بنقول له مثلا شو اي بي دو شو اي بي بروتوكولز، هوني
اللي شغال هو الاي اي جي ار بي. فلما يكون انترنال 90 اكسترنال 170 فهو شايفها بشكل خارجي وحط إشارة الـ AX يعني خارجي، تمام؟ ندخل على راوتر 3 دو شو اي بي راوت. مثل ما حكينا نفس القصة كمان، أنا ما دخلت المترك حسب 20، ليه؟ افتراضيا لو اس بي اف 20 عكس الـ AI GRB والرب، إذا ما دخلناهم بيعتبرون لا نهاية وما بيشتغل اللاب، وهي راح نشرحها بشكل مفصل خلاله. طيب خلينا نعمل مثلا نمنع الشبكة الواحد والثلاثة والخمسة توصل لراوتر. نحن بالعادي كنا بالسي سي ان اي نشتغل هاي القصص كلها على الاكسس ليست، اليوم رح نحكي كثير طرق غير هيك. الطريقة الأهم هي الراوت نود، نحن رح نشتغل اليوم على الراوت نود. الشغل رح يكون راوتر 1، امنع الواحد والثلاثة والصفر والخمسة. راوتر 1 كله اكسس ليست 10، 10 يعني ستاندرد، معناتها ما بركز غير على السورس. بيرمت قل لي انت بدك تسمح ولا بدك تمنع، هلا انا ما عم بسمح وبمنع عم بحدد، فانا بقول له 192.168.1.0 نفس الشيء الاكس ليست بس للثلاثه وللخمسه، هذول اللي رح امنعهم، تمام؟ هون حددت الاكس ليست. هلا راوت، تمام، راوت ماب اي اسم مثلا CCMB. هلا بقول له deny، هون قلت deny مشان امنع، تمام، الاكسس ليست اللي عملته. لو كتبت هنيك deny وdeny، deny وdeny سمح، فما راح تستفيد شيء. permit مثلا 10، بقول لي هال 10 هي نفس رقم الاكسس ليست؟ لا، هاي رقم السطر، فينا نحطه مو ضروري 10، فينا نحطه اي رقم ثاني. طيب كيف بدي اربط بين الراوت ماب هاي مع الاكسس ليست؟ قول له ماتش اي بي ادرس 10. هلا ال10 هاي هي الاكسس ليست، هلا ال10 هي الاكسس ليست، تمام. اوكي، نحن مثل العادي بالاكسس ليست قبل كنا نقول بعد ما نشتغل اخر شيء شو نعمل، قول له بيرميت اني. فكيف بدنا نشتغل هلا؟ بنقول له راوت ماب سي سي ام بي بيرميت 20 سطر 20. نحن عم نعمله نطق السطر مشان ترتيب التعليمات اللي عم نشتغلها، تمام. هلا عندي انه هون شو بدي ادخل بيرمت اني؟ لا ما في داعي يساوي شيء لانه كانه قلت بيرمت اني. طيب وين رح اوصل هذا الشيء اللي اشتغلته الراوت ماب؟ رح اشتغلها جوات الاي اي جي ار بي، فرح قول له راوتر اي اي جي ار بي مي، قول له ديستريبيوت ليست، تمام، راوت ماب اللي هي سي سي ام بي، تمام، ان ولا اوت؟ اوت. انا على راوتر 1 بدي امنعه توصل على راوتر 2، فهني وين؟ اوت مو ان، اوت عن طريق الفاست 2 0. هلا رح ندخل على راوتر 2 نشوف التعديل اللي صار. اوكي دو شو اي بي راوت، مثلا خلينا نقول اي اي جي ار بي، ما شاف من الاي اي جي ار بي غير الاثنين والاربعه، ليه؟ لانه انا منعتهم من هون الواحد والثلاثه والخمسه، تمام. هاي احدى التقنيات اللي رح نشتغلها. اوكي خلينا نلغيها، كنترول اي نو. هلا لازم ترجع خد شوية وقت. اوكي هلا رجع. نيجي حدا بيسألني انه انا فيني اعمل غير هيك؟ فيني اعملها جوات الريستريبيوشن. طيب قبل ما هيك خلينا ننفذ هاي البوليسي او هاي الطلب، انه انا بالاو اس بي اف 1 بدي الشبكه 1.0 تفوت بمترك 10. احنا شفناهم بالراوتر 3 هلا شو المترك تبعهم؟ 20 كلياتهم افتراضيا. هلا ما بدي هيك، انا بدي ال 1.0 تكون 10
وال 2025 ثلاثة ما تدخل أبدا، أوكي الأربعة 40 وأي وحدة غيرها 100. كيف رح نشتغل هذا الشيء؟ هلا بنشوف. بالبداية خلينا بس ندخل على راوتر 2. راوتر OSPF 1 نلغي شو؟ نلغي redistribute للـ EIGRP، بنقول له Ctrl A No. تمام؟ ليه؟ لأنه بدي اشتغلها من البداية. هلا شو المطلوب؟ شو اللي رح أعمل؟ مثل ما اتفقنا وفق هذا الطلب رح نشتغل. رح نشوف بالراوتر 2. كل شغلنا على راوتر 2 من البداية. Access List مثلا 1 تمام؟ بيرمت 192 1.0 هاي لمين؟ للشبكة 1.0. هلا اكسس ليست 2 غيرنا ليه؟ لأنه هون في فرق بيناتهم، يعني بالبداية نحن منعنا الواحد والثلاثة والخمسة في راوتر 1 تطلع على راوتر 2. شو عملنا؟ اكسس ليست وحدة رقمها 10. هون ما بيمشي الحال لأنه كل وحدة من هالاكسس ليست إلى طلب، فنحن هون إجباري رح نغير اكسس ليست 2 تمام؟ بيرمت 192.62.2.0. هلا اكسس ليست 3 كمان بيرمت 4 بيرمت 5. طيب انا نعمل الخمسة، انا مو جايب سيرة الخمسة فهي في ان. هلا بنشوف الخطوة الاولى عملتها الاكس ليست، شو لازم اعمل هلا؟ هلا رح انتقل للراوت ماب. راوت ماب سي سي اي اي اسم، اوكي. هلا شو رح اعمل انا؟ شو عندي طلبات؟ نرجع لللاب. الواحد تكون 10، الاثنين 25، الثلاثة بلوك، الأربعة 40، الأني قدي 100. أنت كم سطر عندي؟ تعال نشوف. بالبداية بيرمت قدي 10 السطر الأول. هلا ماتش اي بي ادرس 1، ربطها مع مين؟ مع الاكس ليست 1. الاكس ليست 1 شو بدي اقول له؟ 6 مترك. قد ايه المترك بدي اياها؟ وفق المخطط 10، ما هيك؟ اوكي، هاي اول خطوه. عملت السطر الاول، هلا نفس السطر بس نفس الراوت ما بفهم، بس السطر مختلف. بيرمت 20، بيرمت 20 كمان ماتش اي بي ادرس 2، 6 مترك 25. هلا ال 30، بس ال 30 ما بدي اسمح، ما هيك؟ بدي امنع تمام. طب بتقول لي خلينا نكفي، مثلا فينا نكفيهم نشتغل الاربعه؟ فينا، فينا هلا ننتقل للأربعة بعدين نمنع بعدين نسمح للكل كمان فينا. هلا كيف بدنا نشتغل؟ السطر 30، نحن عم نحكي هون ال 10 وال 20 30 السطر. هلا ماتش اي بي ادرس 4، شو هي الأربعة؟ الأربعة سطر قد ايه؟ 40، 6 متر 40. اوكي اذا بدي امنع راوت ما سي سي اي ديناي 40 سطر 40، بس بدي اقول له ماتش اي بي ادرس قد ايه؟ 3، يربطها مع الاكسس ليست 3. شو هي الاكسس ليست 3؟ هاي بدي امنع ب 3 0 انتر.
طيب الباقي راوت راوت مار سي سي اي اي. هلا شو راح اقول له؟ بيرمرت 50. هلا ما راح اقول له ماتش اي بي ادس لانه اني بس ست مترك هي بهي الحركة. شو عملت؟ ربطت الاكسس ليست مع الراوت ماب، تمام؟ ضل اربطها مع جوات الاي اي جي ار بي. نحن لغينا الريدستريبيوشن ليه؟ هلا بنشوف ليه. راوتر او اس بي اف 1 ريدستريبيوت اي اي جي ار بي مي سبنتس. هون عاد بربط الراوت ماب، مو مثل المره الماضيه ربطناها بالديستريبيوت ليست، هون على الريدستريبيوشن سي اي. تمام. تعال نشوف هالتغييرات اللي صارت براوتر 3. تمام، هاي اول وحده. الواحد صفر صارت متركة 10، مضبوط. الاثنين صفر 25، 3 صفر وين؟ راحت. ليه؟ لانه عامل لها بلوك. الاربع صفر 40، الباقيين لازم كلهم 100. بالفعل كلهم 100، ال 12 وال 5 كلهم 100. تمام. هذا مثال بسيط لهيك لباتنا بالسي سي ام بي. طبعا نحن هذا مثال مثل ما حكينا بسيط جدا، في كثير قصص رح ناخذها ممتعة يعني مستوى احترافي بالدرجة الأولى. الخطوة الثانية إنه هون في كواليتي عالي، يعني أنا بيهمني الكواليتي، ما بيهمني بس البينج توصل. اللابات رح تكون في كثير مواضيع مهمة مثل البي جي بي، مثل البوليسي، مثل السويتش لاير 3، كثير قصص ثانية رح نحكي عنها خلال هذا الكورس. يعطيكم الألف عافية.